اعتقلت قوة أمنية عراقية نائب المعارض أحمد العلواني الذي يعد أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض للحكومة في الأنبار، وذلك بعد اشتباكات عنيفة دارت وسط رمادي غرب بغداد استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى مقتل 5 من حراس النائب وشقيقه. ولا يعرف سبب اعتقال العلواني، لكن وكالة الأنباء أشارت إلى أنه كان مطلوبا في قضايا إرهاب. السلطات العراقية أعلنت حظرا للتجول في المدينة وأغلقت جميع منافذها.